غير بشوف نفسي ضعيف ونكتي دمها مش اللي عارفها هيقف يرن معانا وبتهته في كلامي كتير وبتغلب على طيب الفيفا كتير بشوف نفسي ضعيف ونكتي دمها مش خفيفة وبتهته في كلامي كتير وبتغلب على طيب الفيفا مش دايما في جيبي فلوس ومش مميز في الجمال ولما بقول كلمتي في البيت مش بناخد رأي عيال وانا زي داود كتابة فرحة بتنزل في كلامة ان الصغير انت غيّام وان الحقيقة قوية وانا زي داود وملك مختار طالع لأبويا السماوي وفي كل مكان وفي كل مكان بعلم بإيمان إن أنا ابنه وإن أنا ملكه وأخص الخالق القادر يا صحابي يا صحابي تعالوا بصوا كويس أنا مش جبار ولا ابن الريس لكن عجيبة بشوف آيات بتقول إني بطل جوا المسيح ومهامي في السماوية وإني بتأمل بصحيح كتير بشوف آيات بتقول إني بطل جوا المسيح ومهامي في السماوية وإني بتأمل بصحيح وإني سفير في أرضنا مختلف وسط الملايين بعلم مين هو المسيح قصاد دراعه اليمين وأنا زي داود وانا زي داود قدامك يلا مين هيقول معايا فرحان بتلذذ بكلامك ان الصغير انت غالية وان الحقيقة ام قوية وانا زي داود يلا مين مختار طالع لأبويا السماوي
افتكر هو انت مين يعني يا عم، انت مين انت؟ قول لهم كده انا ابن الله. صح ايوه 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 طبعا. استنوا 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 استنوا، الناس يقعدوا يشاوروا يقول لك لا ده طالع لابوه، لا ده طالع لامه، لا ده طالع لسته، لا طالع لجده، لا بص هو مش طالع. لا انا قول معايا كده، لا انا طالع لابويا السماوي. انا زي داوود، انا زي داوود. انا وايه يعني شكلي شكل ابويا ولا شكل امي؟ حلو انا بحب بابا وماما، بس المهم تطلع لمين؟ ابوك السماوي. قول معايا انا طالع لابويا السماوي. انا طالع لابويا السماوي. ولما الناس يجوا يسالوك كده باحتكار انت مين يعني؟ هو انت مين اصلا في انت مين في البلد؟ انت ابن الرئيس ولا ابن الوزير ولا انت مين انت؟ قول كده بصوت عالي انا ابن الله. انا ابن الله. طب انا هسالكم انت مين، وانتوا قولوا بقى غنوا بقى معايا. هو انتوا مين يعني؟ انا ابن الله. بصوت عالي هللويا. ايوه هو انت بتفتخر؟ انا من الاحرار. ايوه وملك مختار طالع لابويا. طالع لابويا السماوي. وهتعمل ايه؟ في كل مكان. وفي كل مكان. ايوه بعلم بايمان ان انا ابنه وان انا ملكه واخص الخالق. استنى 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 استنى، الناس يشاوروا عليكي كده او عليكي يقول لك بص مناخيره عامله ازاي؟ بص في شعرها عامل ازاي؟ هو ايه اللي عامله في شكله ده؟ اوعى تصدق كلام الناس عنك، اوعى تسمع كلامك. بص انت بص بص فاشل ازاي، بص بيجيب درجات وحشه ازاي، مين الناس اللي ماشي معاهم دول؟ لا اوعى تصدق كلام الناس عنك، اعمل زي داوود وخليك اطلع لابوك السماوي. يبقى قول معايا تاني انا زي داوود قدامك. افرح بقى افرح افرح قوي. ها فرحه بقى. ايوه يلا نطق معايا. ها ان الصغير انت غاليه وان الحقير امك وان الحقير امك قويه. يلا افرح قوي. وانا زي ده يلا بينا. تاني كده امتحان تاني اهو. هو انت ابن مين في البلد؟ لما الناس يسالوك كده داوود كان ابوه راجل غلبان، ما كانش راجل بتاع حرب ولا راجل، ابوه اسمه يسال بيت لحم. الناس بيقول لي شاور شايف يسال بيت لحم اهو ابنه، هو ابن مين ده؟ ده ابن عبدك يسال بيت لحم اللي عياله بيرعوا في الغنم. يعني ما كانش راجل يعني اللي هو يعني غني كده ومعاه فلوس ويجيبه مش لا 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 خالص. لما الناس يشاوروا عليك ويقول لك هو انت ابن مين في البلد، هترد تقول ايه؟ هللويا. ايوه انا من احرار. ايوه هو ده وملك مختار طال. ايوه ماشي صح صح، بس لما تيجي ترد عليهم لازم ترد بافتخار كده. انا مش طالع النهارده من الا وانا زي داوود، وانا اعرف ارد على الناس انا زي داوود. انا عارف انا مين. قول كده معايا انا عارف انا ابقى مين. انا ابن الله. يلا معايا قولها بفخر كده وانت كده بتشاور اللي جنبك. بص اللي جنبك كده قول له انا ابن الله، انا طالع لابويا السماوي. امال ايه؟ انا زي داوود. يلا 1 2 3 لوحدكم. 1 2 3 انا ابن الله. قولها بفخر كده. ايوه ايوه طالع لمين؟ وهتعمل ايه؟ ايوه يلا مع بعض انا ابن الله. انا ابن الله هللويا. انا بالاحرار وملك
داود قدامك، بس هنقولها بقى. عايزك وانت بتقول وانا زي داود قدامك تفرح قوي. تيجوا مين فرحان؟ مين فرحان انه هيبقى هيطلع زي داود النهارده؟ اللي ممكن الفرحان يقول هي، ممكن الفرحان يسقف. قول معايا كده، انا هبقى زي داود، هبقى زي داود، واطلع لابويا السماوي، واطلع لابويا السماوي، واصدق كلامه هو، واصدق كلامه هو. يلا هتقولها وانتوا فرحانين، يلا نادوا على كل الناس اللي بتتفرجوا عليكم. يلا قول معانا، قول معانا كده، قول معانا. يلا وانا زي داود، 1 2 3، وانا زي داود. يلا وأخص الخالق.